Salut, معكم وفاء بيولوجي. Donc, je suis là pour une nouvelle vidéo اللي راح تكون sur les spécialités de L2SNV et bien sûr راح نجاوب على la question اللي تبوزوها بزاف واش نقدروا نخدموا بالدومين دو SNV ولا دو بيولوجي. Donc, apparemment كيما نعرفوا كامل SNV ولا بيولوجي est une discipline vaste qui englobe l'étude des êtres vivants, les animaux, les végétaux, etc. Donc L1-SNV déjà, اللي قريتوها, c'était un tronc commun, ou la جذع مشترك. Ça veut dire, قريتو كامل, شوية شوية من كل spécialité, باش تقدروا ديروا évaluation روحكم, تقدروا تعرفوا شنو هو الدومين اللي يجي عليكم, et bien sûr, تقدروا تخيروا les choix تاعكم. Donc, في la fin, اللي طلعوا العام, راح يمدلهم fiche de vœux, ولا ورقة تخيروا بها les choix. Donc, كيف تخير الشوي تاعي اللي يجي عليا؟ وشنو هي لا موين لي لازم نلحق لها باش ندي سيت سبيسياليتي وما نديش هذه دوزيام. اي بيان سور ما تنساوش لازم تخيروا على حساب نتوما واش راكم حابين, ما تدو لا في تاع حتى واحد, نتوما واش راكم حابين ونتوما والدومين اللي راكم انتريسي به. دونك اون فا كومونسي اون دوزيام اني اس ام في اون فا تروفي سي سبيسياليتي. دونك لا بروميير في الكلاسمون سي لا بيولوجي, هي لا بلو دوموندي اون جينيرال. نقدروا نتفرعوا منها الميكروبيولوجي, جينيتيك, فيزيولوجي, بيوشيمي. لا دوزيام سبيسياليتي في الكلاسمون راح تكون لا بيوتكنولوجي. دونك سي لي تكنولوجي ولا لي نوفيل تكنولوجي لي على لا بيولوجي. راح نلقاو فيها 3 دومين اسونسييل, لا بيوتكنولوجي سونتي, بيوتكنولوجي ميكروبيان لي تشبه لا ميكروبيولوجي, اي بيوتكنولوجي فيجيتال. لا ترويزيام في الكلاسمون سي سيونس اليمونتير ولا علوم التغذية. دونك في سيونس اليمونتير نقدروا نديروا اليمونتاسيون اي باثولوجي اللي تشبه شويه الاخصائيه التغذيه, ولا نقدروا نديروا كونترول دي كاليتي اللي هي مراقبه الجوده. عندنا ايكولوجي دومين اللي معروف ولا اللي غني عن التعريف سي ليتود دي زيكوسيستيم. اونومي سي اللي نلقاو فيها لا برودكسيون انيمال, برودكسيون فيجيتال اي او اي سول. لاغرونومي ماشي معناها الفلاحه. اي ليدروبيولوجي c'est l'étude des poissons, des eaux marins. Donc نقراو على الماء. Maintenant la question اللي تبوزوها بزاف واش نقدروا نخدموا كون نقراو SNV. Donc premièrement تقدروا تخدموا des chercheurs ou des chercheuses في les centres de recherche scientifique, quelle que soit la spécialité. كل واحد على حسب سبيسياليتي تاعو واش من centre de recherche. Donc deuxièmement تقدروا تخدموا des profs, soit des profs dans des écoles privées, soit des profs de sciences de CEM et lesquels ont comme la licence, ou là des profs de lycée lesquels ont comme un master. Bien sûr, sciences. تقدروا تخدموا في المجال الزراعي ولا التغذية, تقدروا تخدموا في الشركة تاع مراقبة الجودة ولا لو كونترول دو كاليتي, تقدروا تخدموا في لا سونتي بوبليك ولا الصحة العمومية. ما يجيش واحد يقول لي نو ان بيولوجيست بالك اللي يقدر يخدم, دونك يقدر يخدم فيها مام ان اغرونوم. Mais selon le classement, derrière un système t'as le classement. Par exemple, un an, la première elle est rose. Je suis une microbiologiste ou déjà deuxièmement, واحد un agronome معايا. Donc بين بلي الأولوية راح تكون ليا ولا la priorité راح تكون ليا. Par contre, كون غير هو اللي راح يحط son CV ولا وعنده les capacités donc راح يفوت bien sûr. تقدروا تخدموا في les pharmacies ou les industries pharmaceutiques et bien sûr في محافظة الغابات. ولا تقدروا تخدموا طون كو ان ديليغي ميديكال اي كوميرسيال ولا مندوب طبي. دونك مندوب طبي سي اون فورماسيون نديروها كي تكونوا قاريين سوا بيولوجي ولا ميديسين ولا اس ام في اون جينيرال ولا شور دون. دونك بيان سور سي ان دومين انتريسون سي سا. دونك لي عندو دي كيستيون ما ينساش يبوزيهم لي في لي كومونتير بور بلوس د انفورماسيون, ولا يكونتاكتيني سور فيسبوك ولا سور انستغرام. Et bien sûr, là, comme j'ai bien dit, une autre vidéo pour mieux expliquer les spécialités ou là, nous allons mettre comme des informations concernant les formations en étroit de l'eau des rhumes ou tout ma carine SNV. Bon courage!